وللحديث أكثر حول هذا الموضوع انضم معنا عبر الهاتف محلل أسواق المالية سعد آل سعد. حياك الله معنا سيد سعد، شكرا لوجودك معنا. اليوم يعني 14% تقريبا من الأسهم السعودية تتداول بمقررات ربحية تفوق 50 مرة، في ظل أنه لدينا أرباح متراجعة ويقابلها أيضا ارتفاع في القيمة السوقية. هل هذا الأمر صحي بالنسبة لهذه الشركات وصحي بالنسبة للسوق؟ اهلا وسهلا، حياكم الله جميعا، وصحب تطبع عليكم بالخير والساده المشاهدين. بالنسبه لارتفاع مقر الربحيه، يعني قبل ان يعني نتكلم عن ارتفاع مقر الربحيه يجب ان يعرف المشاهد ما معنى مقر الربحيه. مقر الربحيه هو اذا فرضنا مثلا 20 مره فهذا يعني انك ستنتظر 20 عاما حتى تسترجع راس مالك المدفوع كاستثمار في الشركه من خلال عوائد المتراكمه. اذا هنا هي الشركات التي توزع أرباح نقدية ولها عوائد هي التي ينبغي أن ننظر إلى مقر ربحية، أما الشركات الخاسرة فبالتالي ليس هناك الأرباح ستجنيها من خلال هذه الشركة كاستثمار، فبالأخير لن يكون هناك يعني أو لا قيمة لأن يكون لها مقر ربحية. نعود إلى الارتفاع المكرر الفترة الأخيرة بالنسبة للشركات. لو نلاحظ يعني السوق السعودي وجميع أسواق العالم نلاحظ بسبب يعني توقف يعني مفاصل الاقتصاد بشكل كبير على مستوى العالم بسبب الجائحة، نعم، وتأثر كثير من الشركات حقيقة. كان الربع الثاني المنتهي يعني خسرت كثير من الشركات، تأثرت كثيرا في من الشركات من دخلت في خسائر ومنها من يعني انخفضت أرباحها بشكل كبير، فهنا انخفاض أرباح الشركات بلا شك أنه أثر على المكررات الربحية، فكان هذا من أبرز الأسباب في ارتفاع مكرر الربحية بالنسبة لي الشركات التي انخفضت عندها الأرباح مقارنة بالربع المماثل وأيضا بالربع السابق. فهذا حقيقة يعني ربما يبدأ المتداولين بعملية أو نستطيع نقول المستثمرين إن صح التعبير حتى تكون عبارة دقيقة، يبدأون بعملية التمركز والبحث عن شركات أفضل من الشركات التي ارتفعت عندها مكررات الربحية. فهنا يعني نلاحظ أن يعني هناك مكررات ربحية في شركات تعتبر جيدة ومقبولة نوعا ما، وهناك أيضا من الشركات ما ارتفعت عندها مكررات ربحية، فبالتالي دائما المستثمر ينظر إلى المكرر الربحية سواء كان للسوق بشكل عام أو للشركات تحديدا. البيانات ذكرت أن هناك 70 شركة مدرجة يعني تتداول بمكررات ربحية يعني سالبة، هذا كيف ممكن خاصة سجلت يعني خسارة في آخر 4 فصول منذ العام 2020، هذا كيف ممكن يعني يعطينا أنه كنسبة سلبية لهذه الشركات؟ طبعا الشركات التي يعني بدأت بالسالب فهذه يعني الشركات إما أن تكون توقفت عن التوزيعات أو أن الشركات يعني دخلت في خسائر فبالتالي لن تستطيع أن تقوم بالتوزيعات للمساهمين أو المستثمرين في الشركة، فبالتالي ارتفاع هذا يعتبر حقيقة غير جيد أن تكون شركات دخلت في خسائر، وهذا حقيقة يعتبر غير يعني مفضل بالنسبة للسوق بشكل عام للمستثمرين، هم دائما يبحثون عن الشركات أو السوق اللي يكون فيه شركات عندها عوائد وأرباح جدا ممتازة، ربما تتفاوت ترتفع وتنخفض نعم، ولكن عندما تبدأ الشركات بالدخول في خسائر والتأثر بشكل كبير هذا يجعل المستثمرين لا يفضلون عملية الاستثمار ويتجهون إلى عملية المضاربة في الشركات، وربما هذا من أسباب أيضا المضاربات الحادة التي تحصل على السوق الفترة الحالية أن المستثمرين لا يرون حقيقة فائدة من الاستثمار بسبب ارتفاع المكررات فيبدأون بعملية الدخول والخروج بشكل سريع كسيولة ساخنة. فهنا ارتفاع حقيقة للمكررات ربما نفسره بسبب الآثار الاقتصادية التي حصلت مع الجائحة وتأثر كثير من الشركات، إن شاء الله تعالى ستتحسن الأوضاع خصوصا مع تحسن النفط الفترة الحالية، وأيضا توقعات أن تكون الربع الثاني وربما الربع الرابع يكون أفضل بشكل كبير، هنا تعود من جديد إن شاء الله تعالى مكررات الربحية للانخفاض بالنسبة للشركات وربما تعود بعض الشركات الوضع أفضل ما كانت عليه. سعد آل سعد محلل أسواق المالية كنت معي، شكرا جزيلا لك.